92 وسبب لغط وانقسام وشد وجذب بين المجلس وبين الحكومة. أنت صوت بالموافقة على المداولتين الأولى والثانية، شو اللي صار؟ ليش هذا الموضوع مهم؟ وليش كان حديث الناس موضوع المديونيات الصعبة؟ شوف، المديونيات الصعبة والاختلاسات اللي صارت بالاستثمارات وقضية الناقلات، هذه أيضا كانت من القضايا الصاخبة. ما أدري، بس أنا كنت هني على طول، يعني أقعد مع بعض الأخوة التجار. يعني أنا أذكر الله يرحمك يا عيسى اليوسفي، العم عيسى اليوسفي الله يرحمه، بعد الغزو اتصل فيني فقال لي ودي أشوفك، وينك أيك؟ قال لا، أنا أيك. فرحت له، فأخو طبعا من فتحة مخازنة وسرق منه الكثير، فكان عليه صعوبة مالية يعني في الأمور. فأيضا عبد الوهاب الوزان، كان مخازن الوزان كلها مفتوحة ونخب منها الكثير. فكان الوضع العام المالي لكثير من أهالي الكويت خاصة التجار وضع صعب جدا. الحين شلون تحل هذه القضية؟ لازم تطلع مشاريع قوانين. فأنا أذكر بأن يعني كنت دائما أقعد مع هذه النوعيات، مع النوعيات اللي تضررت في قضية الغزو. الحين شنو تفاصيل القانون، شنو كذا، مو بالي. طيب، أنت صوت بالموافقة على المداولة الأولى والثانية، وسيد عدنان الدكتور ناصر صرحو امتنعوا. أنا مثل ما قلت لك، يعني أخذت رأي عبد الوهاب الوزان في هذه القضية، قعد معاي وشرح لي صعوبات اللي تواجه أغلب التجار في الكويت، فأخذت هذا البعد. في هالقضية، في هالموضوع تحديدا، طلعت عبارة شهيرة اللي هو أن المجلس سيء قراراته، تذكر هذا الكلام؟ أذكر. شو اللي صار؟ يعني صار التصويت ما نجح القانون في المداولة الأولى. المداولة الأولى، فالوضع العام الاقتصادي التجاري، كثير من التجار كانوا متضررين ذاك اليوم. فكون إنه يطلع يعني يفشل هذا القانون، راح يصير يعني خل أقول لك راح يصير مشكلة بالنسبة للقطاع التجاري. هذا اللي أنا فهمته من الإخوان اللي قعدت معاهم. رفعت الجلسة وصار بعد ما تم التصويت. بعد ما تم التصويت خلاص، المفروض خلاص انتهينا. وسقط الاقتراح. سقط الاقتراح عرفا دستورا قانونا، ننهي الجلسة، انتهينا. فصارت إشكالية أن ترى هذا مو شيء سليم، هذا راح يحدث ربكة، راح يعني يهدم بيوت كثيرة، يهدم تجارة كبيرة. احنا تونا قاعدين يدوبك نبني الكويت من جديد. هذا اللقط صار أنه صار اتفاق ان المجلس سيد قراراته، خلونا نعيد التصويت مرة ثانية. وصار في رأي ورأي معارض، بس الكل التزم بدخول القاعة مرة ثانية. يعني انتبه لي شيء اقول لك، يعني كان اذا الاغلبية موجودة تقدر تنسحب من القاعة، بس هذا الكلام الواقعي، الكلام المنطقي، الكلام بين قوسين هم في العاطفة، ان لا تخلونا نضرر الشريحة الكبيرة من التجار من اهل الكويت، خلونا نتسامح معاهم. فالكل قبل بعودة التصويت، فدخلنا مرة ثانية كلنا إلى التصويت. هني اللي كان مصر على الرفض كان يقدر ينسحب من الجلسة وما تصير الجلسة. مو هم الأغلبية، الأغلبية لما تطلع ما يصير نصب وما تصير جلسة. بس تجاوبا مع الوضع العام، الكل رجع وقال احنا راح نصوت نفس تصويتنا، وكيفكم انتو؟ بس الاستناد إلى جزئية أن المجلس سيد قراراته، هذا من الناحية الدستورية ما فيها إشكالية؟ لا، هذه أخذناها إعادة التصويت على قانون مرة ثانية، هذه أخذناها من حادثة الظاهر صارت في مصر. فنقل بأن فتح سرور كان رئيس المجلس المصري، وكان هو يعني خبير بالدستور بالقوانين، عنده من الكتب الكثيرة اللي كتبها من ضمنها هذا الرأي، أن المجلس سيد قراراته يقدر يأخذ القرار اللي يبيه. بس أنا النقطة الأساسية، انتبه لي عدل وعزيز، أن لو كانت الأغلبية اللي صوتت بالرفض تقول بأن إحنا هذا القانون ما لازم يصوت عليه مرة ثانية وانتهينا من التصويت، شنو كان المفروض يسوون؟ ما يرجعون إلى الجلسة، يسحبون من الجلسة، ما تصير الجلسة. بس أهم تداركا للوضع العام وفهمهم للمغزى السياسي اللي بيصير وعدم الربكة الاقتصادية والتجارية،
وافقوا انهم يعودون للجلسه بس ما راح يصوتون، يصوتون بنفس التصويت الرافض. لكن تغير على الاقليه، على الحكومه، على اللي مؤيدين ذاك اليوم القانون، انه يدورون الصوت اللي 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 يقدر ياثر اللي هو صوت واحد. فصار صوت صوت واحد كان اللي فرق الكفه، اللي اللي فرق اللي هو صوت منو؟ الاخ عبد الله النيباري، وعنده مبرراته في هذه القضيه. فلما رجعنا رجع الكل، قعدنا اجتماعنا فتحت الجلسه بالكل، وبعدين اعيد التصويت. كون ان الكل يدخل الجلسه ويقبل باعاده التصويت معناته قابل بان المجلس سيد قراراته مثل ما تفضلت، وقابل بان الحكومه تجد من ينجح هذا القانون، وهذا اللي صار.